Good morning, grade 3. Wie geht es? يلا نطلع بلانتينو الكتاب بتاعنا بوخ ونفتح page 10 Seite 10. النهاردة هناخد الدايلوج ده. هالو هانس. هنسمعه الأول مع بعض بعد كده هنترجم. اوكي؟ Lektion 1. 1. Hallo Hannes. Hallo Heidi. Komm, wir spielen. Was denn? Tischtennis? Ach nein. Fangen? Nein. Ich weiß. Würfeln? Ach nein. Oder Schwarzer Peter? Nein. Fußball? Oh ja. طيب يلا نقرا عندنا. Hallo Hannes. Hallo Heidi. هما الاثنين بيسلموا على بعض هانس وهايدي. فهايدي بتقول لهانس ايه؟ كوم. كوم يعني ايه؟ يعني كم تعالى. يبقى انا عندي ايه؟ كوم اللي هي كم تعالى. فيا شبيلن. فيا شبيلن احنا عارفين فيا يعني وي، يبقى فيا يعني وي، وشبيلن يعني بلاي يلعب. يبقى بتقول له ايه؟ تعالى نلعب. يبقى فيا شبيلن يعني ايه؟ يعني وي بلاي، تعالى ايه؟ احنا ايه؟ بنلعب. يبقى نعلم كده عندنا على فيا شبيلن علشان ايه؟ نحفظها. تحلها فاس دن. فاس دن. طيب يعني ايه فاس؟ فاس دن يعني ايه؟ يعني وات، ماذا هتلعبوا؟ ايه؟ يبقى فاس دن يعني ايه؟ يعني وات هتلعبوا؟ ايه؟ طيب نبص هنا في الصورة عندنا ده اسمه ايه؟ اسمه تيش تنس. تيش تنس طبعا احنا خدنا ده مع بعض. يعني ايه تيش تنس؟ يعني بينج بونج. يعني ايه تيش تنس؟ يعني بينج بونج. الاقي ايه؟ اخ ناين. اخ ناين يعني ايه اخ ناين؟ ناين يعني نو، واخ ده يعني ساوند صوت، زي مثلا ما حد يضربك تقول اخ، فهنا ايه؟ عندي اخ ناين. هنكتب كده ان اخ ناين، يلا نمسك القلم وبنكتب مع بعض، بتساوي عندي ناين، وهما الاثنين معناهم ايه؟ هما الاثنين معناهم نو لا. يبقى قالت له ايه؟ تلعب تيش تنس؟ راح قال لها ايه؟ لا. طيب نبص في الصوره هنا عندي ايه؟ فانجن. يعني ايه فانجن؟ زي ما خدناها قبل كده. يعني ايه؟ يعني كاتش، يمسك حد، بيجري ورا حد علشان ايه؟ يمسكه. طيب هانس واقف ان هو يلعب فانجن، قال لها ايه؟ ناين. يعني ايه؟ يعني نو لا. يبقى هو ما كانش عايز يلعب تيش تنس ولا كان عايز يلعب ايه؟ فانجن. يبقى احنا قلنا ناين، ناين بتساوي اخ ناين، والاثنين معناهم نو يعني لا. طيب فقالت له ايه؟ ايش فايس. قالت له ايه؟ ايش فايس. يلا نعلم عليها. ايش فايس. ايش فايس. ايش احنا خدناها اللي هي ايه؟ اي. يبقى ايش اللي هي ايه؟ اي. وفايس يعني نو. فبتقول له ايه؟ خلاص ايه؟ عرفت، انا عرفت. يبقى عندي ايش؟ ايش فايس دي معناها ايه؟ معناها اي، اي نو، انا ايه؟ عرفت. يبقى ايش فايس؟ اي نو. فرفل زي عندنا في الصوره هنا كده، اللي هو الايه؟ حجر الايه؟ النارد اللي بنلعب بيه السلم والتعبان، وبنلعب بيه الطاوله والحاجات دي كلها. فراح قايل لها برده ايه؟ اف ناين. برده لا، مش عايز يلعب ايه؟ فرفل. يبقى هانس ما كانش عايز يلعب تيش تنس، ولا كان عايز يلعب فانجل، ولا فرفل. امال هانس عايز يلعب ايه؟ راحت قالت له ايه؟ هايدي. قالت له اودا. اودا يعني ايه؟ اودر يعني اور. يبقى اودا يعني ايه؟ يعني اور او. شفاتسا بيتا يعني ايه؟ شفاتسا بيتا يعني اللي هي زي ما احنا شايفينها في الصوره كده، اللي هي لعبه الشايب اللي احنا بنلعبها بالايه؟ بالكوتشينه.
اوكي يبقى انا عندي oder يعني or يعني او ich warte sa bitte. طيب هيوافق ان هو يلعبها؟ قال لها ايه برضو؟ nein لا مش عايز يلعب. ايه warte sa bitte. الله طب عايز تلعب ايه بقى يا هانس؟ راحت قالت له ايه؟ فوسبال. فوسبال يعني ايه فوسبال؟ يعني فوت ايه؟ فوت بول كرة ايه؟ قدم. قالت له طب طيب تلعب كرة قدم؟ قال لها ايه؟ او يا. يعني ايه او يا؟ او يعني ايه يا؟ لوحدها اللي هي يا دي. الاثنين معناهم ايه؟ معناهم يس يعني ايه؟ ايوه او نعم. عايز يلعب ايه؟ فوسبال. يبقى في الاول خالص هايدي بتقول لهانس هالو هانس. قال لها هالو هايدي. قالت له كوم فيا شبيلن تعالى احنا بنلعب. قال لها فاس دن وات. قالت له تيش تنس بينج بونج. قال لها اخ ناين لا مش عايز العب تيش تنس. فانجن كاتش راح قال لها ايه لا برضو. قالت له ايش فايز خلاص انا عرفت اي نو. فيرفل بحجر النار. قال لها ايه اخ ناين لا برضو. قالت له اودا او شبعت ثابتة ممكن نلعب شبعت ثابتة اللي هي الايه الشايب. قال لها ناين لا برضو. قالت له فوسبال اللي هي فوتبول كرة القدم. راح قال لها ايه او يا يعني ايه يس ايوه ايه هنلعبها. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنوقف الفيديو هنحفظ الكلمات دي بالترجمة بتاعتها وهنقرا الدايلوج تاني ونحفظ الحاجات اللي احنا معلمين عليها دي اهي ونزود عليهم كمان بس دن بس دن واخ ناين او ناين لوحدها ونعرف ان اودا يعني او يعني اور بالانجلش و او يا عندنا ايه يعني بتساوي عندي يا اللي هي يس. اوكي وبعد كده هنفتح البوجن بتاعنا بيج 33. طيب بيقول لي ايه؟ اجازة دين دايلوج كمل الدايلوج اللي موجود عندك. هلو سارة هي هنا هانا بتكلم ايه؟ بتكلم سارة فبتقول لها ايه؟ هلو سارة. فسارة هترد عليها تقول لها ايه؟ هلو هالو هانا. اوكي يبقى هانا بتقول هالو سارة فسارة بترد عليها بتقول لها ايه هالو هانا. هانا بتقول لها ايه كوم فيا شبيلن تعالي ايه نلعب. طيب عايزة هنا تسألها احنا عندنا هنا ايه كويتش مارك فالمفروض ان ده سؤال. عايزة تسألها هنلعب ايه زي ما كان ايه هانس بيسأل هايدي في الايه في الدايلوج اللي في الكتاب. عايز يقول لها وات. احنا قلنا وات معناها ايه زي ما حفظناها فاس دن يبقى ايه فاس دن. طيب هنا قالت لها ايه كارتن تلعبي كوتشينا راح قالت لها تقول لها هنا حاجه فهتسالها تاني. طيب هي هنا كان لو ساره كانت وافقت ان هي تلعب الكارتن كانت هنا هتقول لها العاب تاني تلعبها. يبقى احنا طول ما احنا لاقيين عندنا العاب لسه هنقترحها عليها معنى كده ان هي ما وافقتش. طب ما وافقتش يعني قالت نو. طيب واحنا عارفين ان نو زي ما حفظناها اسمها ايه؟ يا ولا ناين؟ ناين. يبقى طول ما عندي العاب لسه هقولها واقترحها على اللي قدامي معنى كده ان ايه؟ ان هي لسه ما وافقتش يعني ما قالتش يا. قالت ايه؟ قالت ناين نو لا. طيب هتقول لها حاجة تاني او بصي في الصورة المفروض ان هي تقترح عليها اللعبة دي وتسألها تحبي تلعبيها ولا لا. طيب نبص نشوف اللعبة دي اسمها ايه؟ فيرفل. يبقى ايه حجر النرد ده اسمه ايه؟ فيرفل. فقالت لها ايه؟ ناين لا برضو مش عايزة تلعبه. طيب راحت اقترحت عليها اللعبة دي اللي هي ايه باسكت بول اسمها ايه عندي في جيرمان باسكت بول ليه ايه باسكت بول كرة السلة. هتلاقي ايه اخ ناين لا برضو مش عايزة ايه تلعبها. هتلاقي تيش تنس تلعبي بينج بونج فالمفروض هنا هتقول ايه يا اما هتقول يا ايوه العبوا يا اما هتقول ناين.
طيب انا عندي العاب تانية لسه هقترحها عليها موجودة تحت. لا يفغاه خلاص الديالوج خلص على ايه؟ على كده. طيب يبقى معنى كده ان سارة قالت ايوه هتلعب ووافقت على اللعبة دي، ولا قالت لا مش هتلعبها مستنية تقترح عليها العاب تانية؟ قالت ايه؟ قالت ايه؟ او يا ايوه ايه خلاص موافقة، علشان كده هنا ما قالت لاش العاب تاني. يبقى احنا قلنا طول ما في العاب لسه هقولها تانية بقول ناين. طيب مفيش العاب وخلاص الديالوج خلص عندي، يبقى هقول ايه؟ او يا او يا بس اللي هي ايه؟ ايوه خلاص موافقة. طيب تعالوا ايه نشوف ديالوج ايه تاني نكمل. هنا نقط، فسوزي راح يترد راح تقيت له ايه؟ هالو كلاوس. طيب يبقى هو هنا كلاوس في الاول قال لها ايه؟ قال لها هالو سوزي، علشان كده سوزي ردت عليه راح تقيت له ايه؟ هالو كلاوس. اوكي فبترد هنا عليه بتقول له كوم تعالى، عايزه تقول له ايه؟ هنلعب. طيب يعني ايه وي بلاي؟ بنلعب او هنلعب؟ وي بلاي الاول وي كنا احنا واخدينها، يعني ايه وي؟ يعني فيا. طيب وفيرب بلاي، بلاي يعني ايه؟ يعني شبيلن، واحنا حافظينها على بعض. وي بلاي يعني ايه؟ يعني فيا شبيلن، كوم فيا شبيلن. قال لها ايه؟ فاس دن، وات هنلعب ايه؟ ماذا؟ طيب هتقول له لعبة، هنبص في الصورة هنا دي اسمها ايه؟ فوسبال. فوسبال اللي هي الايه؟ هي فوسبال هنا مكتوبة غلط ناقصة بي. خلاص كده عدناها، ايه فوسبال يعني ايه؟ فوتبول كرة قدم. فايه قال لها ناين، قالت له ايه؟ زايلش برينجن يعني نط الحب. فهيرد عليها هنا دي ايه؟ يقول ايه؟ يا او ناين. بس احنا لسه عندنا العاب تانية يبغاها ولسه هنقترحها، يبقى معنى كده هنقول يا ولا هنقول ناين؟ هنقول ايه؟ ناين. طول ما انا عندي لسه العاب هكملها هقول ايه؟ ناين. طيب هتقول له هنا لعبة تانية اللي هي عندنا في الصورة هنا، حد بيجري وبيمسكه يعني كاتش، دي كان اسمها ايه بالجيرمن؟ فانجن. اسمها ايه؟ فانجن. حيل ايه؟ اخ ناين. فهتقترح عليه لعبة كمان، ايه اللعبة اللي عندي في الصورة دي؟ وهنا بيعملوا ايه؟ بيلعبوا ايه؟ ميموري. بيلعبوا ايه؟ ميموري اللي هي لعبة الايه؟ الذاكرة، اللي هما بيقلبوا الصور ويشوف مين هيفتكر مكان الصورة فين. فاخر حاجة هيقول ايه؟ خلاص ما عنديش لعب تانية اقترحها، فمعنى كده ان هو وافق على اللعبة دي. فيقول ايه؟ او يا يعني يس موي. طيب بيقول لي هنا ايه؟ اجانسا دي في لندن بوخشتابن، يعني اكتب الحرف الايه؟ النويز. ده عندي بيج 35 عندي في البوجن بتاعي في البوكلت. هكمل الحروف الناقصة، والمفروض ان احنا ايه خلاص بقى حفظنا الكلمات دي اللي كانت موجودة في الديالوج. اول حاجة عندي هالو. هالو اولها حرف ها، يبقى ايه الحرف اللي هنا ناقص؟ ها. اوكي طيب موغن كنت بقول ايه؟ جوتن موغن. طيب جوتن اولها ايه؟ جي جوتن. طيب عايزة اقول ايه؟ هنا حاجة ناقصة فيا شبيلن، عايزه اقول له تعالى نلعب او تعالى احنا ايه بنلعب. هقول ايه؟ كوم فيا شبيلن. كوم الحرفين اللي ناقصين هنا دوبل ام او دبل ام. وهنا عايز يسال ايه؟ وات هتلعبوا ايه؟ طيب وات كانت يعني ايه؟ عاوزين ايه؟ دن بس then. يبقى اللي ناقص هنا ايه؟ في. بعد كده هنا اهو نبص في الصورة بيلعبوا ايه؟ بيلعبوا فوت بول. طيب فوت بول كان اسمها ايه بالجيرمن؟
فوسبال. فبحط الايه الاس التالت. اخ عايزه اقول نو لا، يبقى اخ ايه؟ اخ ناين. طيب ناين بتتكتب ازاي؟ اهي ان اي اي ان. طيب عايزه اقول ايه؟ اي نو، كنت بقول ايش فايس، ايش فايس. يبقى عندي الحرف اللي ناقص هنا الايه؟ الاس اتسد. فيا شبيلن، احنا بنلعب. نبص هنا هما مستخبيين منها وهي بتدور عليهم. طيب اللعبه دي كان اسمها ايه؟ فيا شتكن، فيا شتكن. طيب يبقى الحرف الناقص هنا الايه؟ الفا. اوكي؟ يلا نفتح الجوجل عندي زايت بيج سيرت تكست، هتلاقوا الزايت او البيج مكتوبه هنا اهي. زيتس دي فوتا اين، حط الايه الكلمه اللي ناقصه. هنحط الكلمه اللي ناقصه من هنا هنا. كوم شبيلن ميموري، عايزه اقول ايه؟ وي بلاي، كنت بقول ايه؟ شبيلن فيا شبيلن. خلاص خدنا فيا، نعلم عليها ان احنا خدناها. اخ كنا بنقول اخ ايه؟ عايزه اقول نو لا. اخ ناين لا. فريش تكن بيسال، عايز اقول له ايه؟ طيب او نلعب حاجه تانية. او دي اللي هي اور، معناها عندي في جيرمان ايه؟ اودا، معناها ايه؟ اودا. زي ما كنت بقول في الدايلوج عندي ايه؟ اودا شفاتسا بيتا. هنا برضو بقول ايه؟ اودا فيش تيكن. انا فيش تيكن، نلعب استغمية يعني؟ ناين لا. قال له ايه؟ ايش حاجة احنا كنا واخدينها ايه؟ عايز يقول اي نو. ايش ايه؟ ايش فايز. اي نو، خلاص عرفت. فيا شبيلن هنلعب، وي بلاي احنا هنلعب. فيرفل هي ايه؟ هي اللعبة الوحيدة اللي موجودة عندي هنا. يبقى فيا شبيلن هدور على اللعبة اللي موجودة عندي هنا، هلاقي ايه؟ فيرفل، اللي هو الايه؟ حجر النرد اللي بلعب بيه السلم والتعبان. طيب او احنا كنا حافظين اخ ناين، لكن او بيتقال عليها او ايه؟ او يا، ايوه ايه؟ موافق. اوكي، داس است اليس، دانك شون، تشوس.